يعني أنا اللي كنت عم جرب إليك إيه هو إنه التعصيب ما بيوصل لمحل. ليش هو يعصب وينسم الواحد ما بتطلع بصحته آخر شيء. هلا أنا ما بقى أرد على حدا، ما برد، إن شاء الله بيخبروني 100 خبرية مثل التلج بضلني. لوك بشك علي تاكسي، بيكسر علي كاميون، بنط قدامي مستكر، ما بقى رد لأنه صرت رواق. من زمان كنت عصب، بس مع الخبرة بتتعلمي إنه التعصيب ما بفيد. ونفس الكلمة قولي أنت معصبة أو أنت ورايقة، لا أنت ورايقة بتوصل أكتر وبتاخدي نتيجة أكتر. جربيها وقولي هالزلمة قال. التعصيب ما بيوصل لمحل، بيضر الصحة. ما في أحلى من الرواق. أنا خلص ما بقى وحياة ولادي ما بقى عصب ولا برد، ما في شيء بيحرز أساسا. استاذ بدي أغير لك هالجمرة. لوك يا حبيبي ما شايف ولا النفس ماشي والدخنة طالعة من تمي. إذا ما شايفني قاعد أنا والست عم نتسير على روا، وين فايت تنكرزني؟ وين؟ اختفي من وشي هلا، فوت لجوا. سوري. عندك عالم بيعملوا من الحبة قبة وبينكرزوا على حالهم أشياء ما منيحة، يعني لصحة الواحد ما في أحلى من الرواق. اسمعي مني وأصحك تنسمي. لك شو هي الحقيقة؟ ما في شيء بيحصل. سوري مسيو، بليز بس بك قد الساعة. حبيبتي إذا أنت قاعدة على طاولة وأنا مخترق زبون قاعد على طاولة، هل بتريدي أبرم إزعجك وأسألك قديش الساعة؟ لا، إنه إذا حلوة بتفرضي حالك على المجتمع. أنا ما بعيني، أنا حلوة ما بعيني، خليتي ببيتك وممنون عيني. ما حلو الواحد يكبر القصص. ايه ابدا. انا وحياة ولادي عيش عربا واللي بيروح عمره.